الرئيس السيسي يؤكد أن جيل أكتوبر العظيم أثبت أن لمصر رجالا قادرين على صون الوطن ورفعته. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة بناء الوعي لدى الشباب والأجيال المقبلة. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. الثالثة عصرا 12 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميل كريم حاتم. كريم تفضل. أهلا بك حور، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 38 للقوات المسلحة احتفالا بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعا الرئيس السيسي الحضور بالوقوف تحية لأرواح شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم خلال الحروب الماضية وحتى اليوم. نحن سعدنا وتشرفنا والتقينا بالقادة والأبطال اللي كان على أيديهم كان في نصر عظيم لبلد عظيمة. ف مش هنسى قبل ما أبدأ كلمتي إن أنا أقول وأطلب، إحنا سيح عملنا تحية الشهيد، لكن لو تسمحوا لي إن إحنا كمان نحييهم مرة تانية، كل شهدائنا سواء اللي كانوا في حرب أكتوبر أو حتى أثناء حرب الاستنزاف أو كل الحروب اللي فاتت قبل كده ولغاية النهاردة. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلال حرب أكتوبر حولت مصر الجرح إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز بين الهزيمة والنصر، مشيرا إلى أن مصر أزالت بعقول أبنائها اليأس لتنطلق حاملة مشاعر النور للشعب المصري العظيم وللأمة العربية. أتقدم إليكم بخالص التهنئة في الذكرى 50 لانتصار 6 أكتوبر عام 1973، عيد القوات المسلحة، يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان منيعاً بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية. وقال الرئيس السيسي إن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل عقود وعقود للتعلم والتدبر، ومنها التخطيط العلمي والتنسيق المنظم والتنفيذ المنضبط والروح الوطنية القتالية والإيمان بالله. إن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل عقود وعقود للتعلم والتدبر، قيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق، التخطيط العلمي المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئاً إلا وتحوط له بما يلزم، التنسيق المنظم الذي يستغل جميع القدرات والإمكانات فيصل بأداء المنظومة إلى أعلى درجاتها، والتنفيذ المنضبط الراقي في أدائه والمبهر في نظامه وترتيبه، والروح الوطنية القتالية التي استعانت على التحدي الهائل بالمخزون الحضاري العميق للأمة المصرية من القوة والبأس والثقة بالذات، وقبل كل ذلك وبعده كان الإيمان بالله، إيمان الواثقين العارفين بأن نصر الله قريب يكافئ به المخلصين المجتهدين أصحاب القضايا العادلة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن جيل أكتوبر العظيم أثبت مجددا أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرون دائما بإذن الله على صون الوطن ورفعته. شعب مصر العظيم، إن كل هذه القيم والمبادئ والصفات تجسدت في الإنسان المصري، في قواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها، جيل أكتوبر العظيم الذي ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة وأثبت مجدداً أن لمصر رجالاً في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرون دائماً بإذن الله على صون الوطن ورفعته. هذا وقدم الرئيس السيسي تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم للقوات المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم، لإخلاصها الدائم واحترافيتها المتميزة واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن، كما قدم تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل الذي استشهد في نصب السلام بعد أن كلل بشرف الحرب من أجل الوطن، تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر. وتحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل الذي استشهد في نصب السلام بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن. تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة. هذا وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء أمانة غالية في أعناق المصريين جميعا، حيث تم استعادتها بثمن مرتفع وتضحيات جليلة. أشار الرئيس السيسي أيضا إلى أن واجبنا تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا، ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في سيناء بحجم أعمال لم تشهدها من قبل، حيث تم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات. وشدد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحرب الأخيرة على الإرهاب امتدت أكثر من 10 أعوام. إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل. فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب. وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من 10 سنوات كاملة، وسيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها، ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها، والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوة الشاملة اقتصادياً وتكنولوجياً وتنموياً، لتصل مصر بإذن الله وفي وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد. وخلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي أنه يجب علينا مواصلة بناء وعي الأجيال القادمة بحقائق حرب أكتوبر وكيف رفضنا الهزيمة، مشيرا إلى أن كل موارد مصر تم تخصيصها لصالح المجهود الحربي خلال حرب أكتوبر، وأن حالة التحدي القومي تمثلت بوضوح في 9 يونيو عام 1967 عندما خرج المصريون لرفض تنحي الرئيس جمال عبد الناصر.
الهزيمة إمتى؟ الهزيمة عندما تقبلها، الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67، لكن خلي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة، الواقعة الهائلة بتأثيرتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا، ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا إن مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيليين موجودين في سيناء كلها. إذن أول نقطة عايز أقولها لكل من مهتم بالقضية وعايز يعرفها، القضية مش بدأت في 73، القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط حالة الألم والهزيمة خرج المصريين وقالوا لا إحنا مش هن، واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائلة وضخمة على كافة المستويات. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتي الإسكندرية والبحيرة وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية في المحافظة في التعامل مع أثار السيول. جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة. وشدد مدبولي على توفير مختلف الإمكانات التي تحتاج لها المحافظة لسرعة حل أي مشكلة نتجت عن مياه السيول سواء بالطرق أو المرافق العامة وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف. قامت أجهزة وزارة الداخلية بتسخير كافة إمكاناتها لمواجهة ظروف الطقس السيء في محافظتي الإسكندرية ومطروح. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بأكثر من 3000 كرتونة مواد غذائية و2 طن لحوم و3000 لحاف وبطانية بجانب الآلاف من قطع الملابس لتوزيعها على أهالي محافظة مرسى مطروح بسبب موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة. وقد أعلنت كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تضامنها الكامل مع أهالي مرسى مطروح المتضررين من
من موجة الأمطار والسيول، مؤكدين تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الموجة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بمحافظات الجمهورية كافة والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات. تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة في شفط المياه من المناطق المتضررة. تواصل أجهزة محافظة مطروح جميع الإجراءات اللازمة لإزالة وتحويل كميات المياه التي سببتها سقوط الأمطار في عدد من المناطق. هذا كما نشرت الأجهزة التنفيذية معدات شفط المياه تحسبا لزيادة معدلات الأمطار، وأهابت بجميع المواطنين بعدم الوجود في ممر السيول أو وضع موانع تحويل من مساره أو تحوله من مساره واتخاذ الحيطة والحذر. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ويستمر تلقي الطلبات لمدة 10 أيام حتى السبت الموافق 14 من أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يكون تلقي طلبات الترشح من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء يوميا، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا. قال المستشار أحمد بن داري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إنه لم يتقدم أي شخص حتى الآن لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. وخلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أول يوم لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، أوضح بن داري أن الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين تعتمد على ترتيب التقدم للترشح، مشيرا إلى أنه تم تحديد 3 مستشفيات لإجراء الفحص الطبي على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وهما مستشفى الشيخ زايد ومستشفى العاصمة الإدارية ومعهد ناصر. هذا وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترشح، موضحا أنه من الطبيعي أن يتقدم المترشح أو وكيله للهيئة ويصحب معه التوكيلات أو التأييدات اللازمة. في بداية أول يوم في إجراءات عمل اللجنة منتظرين إن شاء الله، وبداية العمل من الساعة 9 للساعة 5 مساء لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم حتى نهاية يوم 14/10 إن شاء الله، آخر يوم حتى الساعة 2. وإحنا اللجنة منعقدة من 9 صباحا حتى نهاية إن شاء الله الساعة 5، ولم يتقدم أحد حتى الآن. ودي الإجراءات الخاصة بعملية تلقي أوراق المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية إن شاء الله. القانون واضح وصريح، نص المادة 11 من قانون انتخابات الرئاسة حدد الشروط الواجب توافرها والمستندات التي يجب أن تكون بصحبة مقدم طلب الترشح، ودي معلنة، ولازم التأييدات والتزكيات تكون وفقا لما نص عليه القانون، 25,000 تأييد من على مستوى 15 محافظة بحد أدنى 1,000 في كل محافظة، و20 تزكية من أعضاء مجلس النواب. ودي المشترط، وعلى الأخص لازم تكون هذه الأوراق بصحبة طالب الترشح. برضو تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم تحديد 3 مقرات لإجراء توقيع كشف طبي عليهم، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى معهد ناصر ومستشفى العاصمة الإدارية. وبيتقدم طالب الترشح مباشرة للمجالس القومية المجالس الطبية المتخصصة في تلك المقرات لإجراء الفحوصات اللازمة وإعداد التقرير اللازم في هذا الشأن وتقديمه مع الأوراق.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. عوض، بعد التحية، يعني بالتأكيد مزيد من التفاصيل لديك، تفضل. تحياتي حور. انتصفت المدة الزمنية في اليوم الأول لتلقي الترشيحات الخاصة بسادة المرشحين لانتخابات الرئاسة في هذا الماراثون الانتخابي في محطته الثانية، بعدما انتهت المحطة الأولى بالوضع الجدول الزمني من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. أهم ما في هذا اليوم حتى هذه اللحظة هو المؤتمر الصحفي الذي أشرنا إليه للمستشار أحمد البنداري، هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية، وهو مسؤول عن اللجنة التي سيتم من خلالها تقدم أو تقديم عملية الترشيح بشكل عملي. أهم ما جاء في هذا المؤتمر كما كنا نتحدث منذ قليل في مقدمة هذا الخبر، هناك اشتراطات أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم العمل بها، وتم وضع اللائحة في الباب الرئيسي لكل من يأتي إلى مقر الهيئة يمكن بسهولة الاطلاع عليه. لكن أهم المشاهدات ربما خلفي، هناك عدد من السادة المستشارين متواجدين على مدار الساعة كما أعلن من قبل، من الساعة 9 حتى الساعة 5 على مدار 10 أيام. لكن ملفت للنظر أيضا وجود هناك سيدات فضليات قاضيات مصريات هم أعضاء في هذه اللجنة، وهو ما يؤكد على أن هذه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تمت بالتوازي من قبل كل الهيئات القضائية المصرية، من محكمة الاستئناف إلى محكمة النقد إلى عدد كبير من الهيئات القضائية المصرية ممثلة في هذه اللجنة العليا. أيضا هناك حضور وتواجد من وسائل الإعلام العربية والمصرية بطبيعة الحال وكذلك الدولية تتابع عن كثب هذا الحدث الاستثنائي في هذا العام الخاص بالانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تقدم على مدار الساعة، وأيضا هناك خدمات أمنية محيطة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات. أهم ما جاء في هذا المؤتمر لكونه هو المؤتمر الأول الذي يعقد في عملية في أيام تلقي هذه الترشيحات هو الاشتراطات 13 الذي أعلن عنها من قبل، ربما أهمها على الإطلاق أن يكون المقدم لهذه الترشيحات معه أو بحوزته الأصوات التي حصل عليها من المحافظات، أو كذلك بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، وهناك أجهزة ضوئية أو ماسح ضوئي كما كان يتحدث المستشار أحمد بن داري ستتحمل مسؤولية الكشف عن صحة هذه التوكيلات بطبيعة الحال، بالإضافة إلى صورة من الحالة الجنائية، كذلك الإثباتات الخاصة بالظروف المالية لكل مرشح، وكذلك بالنسبة للإجراءات الخاصة بجوانب متعددة لكل مرشح كما هو معلن من خلال هذه الوثيقة التي هي موجودة في مقدمة أو على الباب الرئيسي للهيئة الوطنية للانتخابات. الأولوية للحصول على الرموز الوطنية ستكون بأولوية الحضور، وهذا كان سؤال لإكسترا نيوز، بالإضافة إلى ما شرط إليه بالنسبة للحصول على الكشف الطبي من خلال 3 مؤسسات طبية تم الإعلان عنها، أحدهما في المحكمة في العاصمة الإدارية والأخرى في الشيخ زايد والثالثة في معهد ناصر. ثم بعد ذلك حينما تكتمل كل هذه الإجراءات هناك وثيقة أو طلب ترشيح يتم توقيعه هنا على هذه المنضدة التي يظهر عليها عدد من القضاء، وفي الغالب عند حضور المرشح أو من هو موكل عنه يكون غالبية الأعضاء السادة الأعضاء القضاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات متواجدين. حتى هذه اللحظة لم يظهر أي من المرشحين، ونحن سنتابع ما تبقى من عمر هذا الوقت أو هذا اليوم عند الساعة 5 سيصدر الستار عن اليوم الأول إن كان هناك سيكون مرشح أو لا، سيكون هناك متابعة لإكسترا نيوز على مدار الساعة. عودة جزيل لك. شكر لك الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، شكرا لكل هذه التفاصيل. ويحدد القانون ضوابط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأهمها أن يكون من أبوين مصريين وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 عام، بالإضافة على أن لا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه لمهام رئاسة الجمهورية. We'll be right back.
أعلن أبناء الجاليات المصرية في الخارج تأييدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. هذا وتوافد المصريون في الخارج على السفارات والقنصليات في إريتريا واليونان لتحرير تأييدات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة. وأشادوا بالإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترتين الماضيتين، خاصة في ملف دعم المصريين في الخارج وأبنائهم. انتهى المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي من إجراء الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر. يأتي ذلك في إطار استعداداته وضوابط تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وحصل الدكتور فريد زهران على تزكيات من أعضاء البرلمان تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بالبرلمان. استقبلت جميلة إسماعيل المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة عددا من المؤيدين لترشحها في الانتخابات والذين قاموا بتسليمها التأييدات الصادرة لصالحها. وخلال اللقاء استعرضت جميلة إسماعيل ملامح برنامجها الانتخابي والقضايا التي ستتبناها خلال حملتها الانتخابية. نجح المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروع عقف في تنفيذ نحو 207 ألف مشروع بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 27 مليار و100 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. جاء ذلك في تقرير لوزارة التنمية المحلية والذي أوضح أن هذه المشروعات وفرت أكثر من 1,600,000 فرصة عمل، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان التشغيل التجريبي لمجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية. أوضح السبكي أن المجمع الطبي بالسويس يعد أكبر صرح طبي في إقليم القناة وسيقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية عالية الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ومدن إقليم القناة. هذا وتواصل الدولة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تتابع مدى جهازية المنشآت الصحية تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع. المزيد في العرض التالي. We'll be right back.
أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات نجاح الدولة في إنشاء مشروعات تنموية في مختلف المجالات أسهمت في تأمين مخزون استراتيجي لجميع السلع الأساسية على مدار 9 أعوام الماضية. وأشادت غرفة صناعة الحبوب بمؤتمر حكاية وطن من حيث استعراض جهود الدولة وعرض إنجازات غير مسبوقة تمت على مدار 9 أعوام الماضية، مؤكدة أن مؤتمر حكاية وطن كان بمثابة كشف حساب عن ما تم إنجازه بالأرقام على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى أن الرئيس السيسي كان لديه الحرص على عرض الجهود كافة بكل شفافية ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تسهم في حلها. أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25% لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 ملايين دولار في أغسطس من العام الماضي، وذلك رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية. وكشف التقرير الشهري للمجلس زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6% لتسجل 2,700 مليون دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022. فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوفر بها وحدات، وذلك للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين. أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبد الحميد أن فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوفر بها وحدات سوف يكون خلال الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 24 أكتوبر 2023، مضيفة أن عملية التحويل متاحة بعدد من المدن التي تم طرحها في إعلانات سابقة. استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، لافتة إلى وجود 37 مشغلا للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال استقبالها السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والسفير ميشيل كواريني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك في مشروع تمكين. من جانبه عبر السفير كريستيان بيرجر عن سعادته بمناقشة التطور في خطة مشروع تمكين، مثمنا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الإيطالية بالقاهرة. بتولي الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالشباب في إطار البعد الاجتماعي لسياستها التنموية، بما يعبر عن الإيمان الراسخ بضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
دعت وزارة الهجرة أبناء المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة المبدع الصغير والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس السيسي، والتي انطلقت بدءا من الأول من أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 من ديسمبر 2023. وأوضحت وزيرة الهجرة السفيرة سهى جندي أن توصيات المحور الثقافي للمؤتمر الرابع للمصريين في الخارج الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي قد خلصت إلى دعم التعاون المشترك لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية اتكلم عربي ومسابقة المبدع الصغير وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وذلك لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية بجودة عالمية بالجمهورية الجديدة، تفقد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أول مستشفى حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم تصميمه وتنفيذه وفقا لأعلى المواصفات الدولية، وذلك استعدادا لاعتماده وفق معايير الاعتماد الدولية الصادرة عن الهيئة. وأشاد رئيس الهيئة بانتظام العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة واكتمال الفرق الطبية من التخصصات كافة. ووجه إدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المختلفة بتقديم أشكال التدريب والدعم الفني كافة، وذلك بالتعاون الكامل مع هيئة التأمين الصحي بهدف سرعة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى للحصول على اعتماد جهار بما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية للمؤمن عليه من العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية وأسرهم. أعلنت أذربيجان اعتقال رئيس سابق لإقليم ناغورنو كاراباخ، وقال المدعي العام وجهاز الأمن الأذري إنها اعتقلت أرياك هاروتشينيان الذي استقال قبل وقت قصير من عملية باكو العسكرية بشبهة شن حرب عدوانية على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب. هذا وأعلنت الحكومة الأوكرانية أن أكثر من 26 ألف أوكراني فقدوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني إن بين المفقودين 11 ألف مدني وحوالي 15 ألف عسكري. قالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من إجمالي 29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية، بينما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الطائرات المسيرة دمرت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب ومنطقة أخرى بوسط البلاد. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تنظيم التدريب القتالي للجنود المتعقدين والمتطوعين لوحدات بارس في ميدان تدريب بالمنطقة العسكرية الجنوبية، وقالت الدفاع الروسية إن التدريب يجرى تحت إشراف ضباط ذو خبرة قتالية اكتسبوها خلال المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. وأظهر القائمون على التدريب كيفية استخدام طائرة مقاتلة بدون طيار لتدمير المعدات العسكرية والأهداف معادية، كما أطلق المتدربون النار من أنواع مختلفة من الأسلحة.
أعلنت فرنسا أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر هذا الأسبوع، وقال المقر العسكري سنبدأ العملية هذا الأسبوع بشكل جيد وآمن وبالتنسيق مع النيجيريين. ختام النشرة مشاهدينا، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن جيل أكتوبر العظيم أثبت أن لمصر رجالا قادرين على صون الوطن ورفعته. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة بناء الوعي لدى الشباب والأجيال القادمة. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي حور محمد وأنا كريم حاتم، إلى اللقاء.